تعرف ان السير اليكس فيرجسون هدد رونالدو انه هيضرب عليه نار؟ اه والله زي ما بقول لك كده. في 2008 تداولت الاخبار تصريحات رامون كالديرون رئيس ريال مدريد في الوقت ده عن قرب تعاقد ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو. كالديرون اتكلم بثقه شديده ان الموضوع مساله وقت. اليكس اتجنن لما سمع الكلام ده واتصل بمساعده كارلوس كيروش وقال له هات رونالدو بيتك حالا، انا جاي لك في السكه. وبالفعل اتقابلوا الاثنين عند كيروش. السير سال رونالدو انت كلمت كالديرون في الفتره دي؟ رونالدو قال له ايوه وكمان وكيلي اتكلم معاه. السير رد انه محتاجه السنه دي كمان ومش هيقدر يسيبه الموسم ده على الأقل. رونالدو رد انه بيتمنى انه يلعب لريال مدريد. السير رد عليه انه عارف برغبته للعب للريال لكنه مش هيسمح انها تتم بالشكل ده وبالثقه اللي كالديرون بيتكلم بيها على الملعب. وقال لرونالدو انا افضل ان اطلق عليك النار بيو بيو بدلا من بيعك للراجل ده. السير كمل تفاصيل القصه في كتابه انه قال لرونالدو لو سمحت ليك الرحيل للريال الان سافقد شرفي وكل شيء. اتفقوا مع بعض على بقاء الدون في مانشستر لمده سنه وبعدها هيساعده انه ينتقل للريال، وده بالفعل اللي حصل والباقي هو صناعه التاريخ في سانتياغو برنابيو. لو عجبك الفيديو هات لايك واشترك في القناه.